ونتواصل معكم من خلال هذه الحلقة من صباح الشروق، وحنمشي نشوف تقرير عن منظمة مساندون لرعاية المشردين بولاية القضارف، اللي هي ورشة تحضيرية لمشروع المسح الإحصائي الأول الخاص بشريحة المشردين. نمشي مع زميلنا العزيز ونحن بنحييه محمد الفاتح، نتابع ثم نعود. مساندون لتنمية وتأهيل المشردين هي منظمة تخصص في مجال المشردين بصفة خاصة، وتقدم الخدمات والدعم للمجتمع في كافة المجالات. نظمت المنظمة اليوم مشروع مسح اجتماعي نوعي للمشردين والمجتمعات الأكثر هشاشة. المسح استهدف ثلاثة محليات: محلية وسط القضارف وبلدية القضارف والقلابات الغربية، وده بمشاركة شركاء المنظمة في الأهداف اللي هم 18 شريك من المؤسسات الحكومية والشرطية ومجموعة من ممثلي المجتمعات والمهتمين والمختصين. من خلال هذا المسح سنحصل على بيانات ومعلومات. على ضوء هذه المعلومات ستضع المنظمة خطط وبرامج واستراتيجية هادفة ذات أولوية. وزارة التربية والتعليم تعنى بكل الأطفال في الولاية في سن التمدرس، سواء كان التحقوا بالتعليم أو تسربوا من المدارس، وهناك استراتيجية لوزارة التربية والتعليم لمعالجة مثل هذه الحالات. وهذا المسح سيساعدنا كثير جدا في حصر الأعداد المعنية بالتشرد، ونحن والمنظمة نعمل مع بعض لاستيعابهم في أطفال خارج المدرسة، في عمل الأطفال خارج المدرسة، أو النشاط الذي تقوم به الوحدة المحورية في وزارة التربية والتعليم باستيعاب الأطفال خارج المدرسة.